وصلنا إلى هذا المكان المدمر بالكامل خلال ليلة عصيبة عاشتها هذه المنطقة. استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي. شايفين وين هم كلهم؟ وائل؟ وائل؟ مين؟ لا ما في هاي بنت المستشفى. وائل؟ لا أدري إذا كنت تسمعني. بتبتكوا منا في الأولاد؟ بتبتكوا منا في الأولاد؟ معلش. إنا لله. يا أشرف وإنا إليه راجعون. בדרך כלל אנחנו יודעים את המטרה, לדוגמה היום הייתה מטרה, משפחתו של כתב אל-ג'זירה. نعم سلمى أنتم بخير؟ هنا الجثامين عن بعد يا حمدان عن بعد المشاهد مؤلمة المشاهد مروعة الآن من جديد انهار البرج قد لا تتكرر كثيرا في العمر ولحظات. انتقلنا إلى هنا على عجل فور سماعنا لتعرض هذا المستشفى إلى القصف من قبل قذائف المدفعية الإسرائيلية. رأينا جثامين للشهداء ملقاة على لحظات. يكاد نور النهار يشبه إلى حد كبير عتمة الليل عند الفلسطينيين، فالغارات والتصعيد والمشاهد المؤلمة أصبحت جزءا من مكونات حياتهم. بالتالي ربما تكون هذه من اللحظات الصعبة في حياة الصحفي الفلسطيني، أن يتوجه لنقل الحدث ولنقل الصورة في حدث معين، يكتشف أن الحدث هو شقيقه أو ابن عمه.